يعطيكم العافية. اليوم بدنا نبلش بالتشابتر 5 اللي هو بيحكي على اللونز والبوندز. رح نشوف كيف نعمل لون امورتايزيشن وبرضه بوند امورتايزيشن. خلينا نبلش باللونز. اللونز ايش فكرتها؟ بدنا نشوف كيف نحسب البيمنت القسط. بقدر انا اذا عندي قديش قيمة القرض وقديش الفائدة وقدي مدته بنقدر نحسب القسط. وكيف نعمل amortization للبوند؟ ايش يعني amortization؟ يعني نشوف كل دفعة امتى رح تكون، قدي رح ادفع فائدة، قديش رح يصير رصيد القرض بعد اول دفعة لحد ما نسده كامل نصفره. خلينا نحكي for example، لو عنا الاماونت قيمة القرض مثلا 100,000، بدي اخذ قرض قيمته 100,000. الانترست ريت، الانترست ريت عندي اياها خلينا نحكي 8%، اوكي. وعندنا التيرم المده، خلينا نحكي مدته 5 سنين، 5 years. ايش بدنا نحسب؟ بدنا نحسب البيمنت او الانستولمنت اللي هو القسط، اوكي. وبدنا نعمل لون amortization schedule، خليني احطهم بولد، اوكي. نيجي على اللون amortization schedule، خليني اعمل الجدول بعدين نحسب البيمنت. عندنا البيمنت نمبر اللي هي اي دفعه، هاي ممكن نختصرها بهذا الشكل البيمنت نمبر. وعندنا البيمنت الدفعه. دائما الجدول اللون amortization schedule نعرف ترتيبه او نحفظ ترتيبه. عندنا البيمنت، بعدين عندنا الانترست اكسبنس، راح اختصرها اكبر بس العمود شوي. بعدين عندنا البرنسبل، وهلا برجع بذكركم ايش البرنسبل. وعندنا البالانس، اوكي. لنعمل هذا الجدول، هذا اسمه لون amortization schedule. احط بولد واعمل bottom border، اوكي. قبل ما ابلش بالمعادلات، في شغله عنا اسمها defining names in excel، تعريف الاسامي باكسل. هلا احنا كنا قبل نستخدم الابسولوت ريفرنس عشان نثبت خليه معينه اللي هي دولار ساين بعد الايكوال، دولار ساين بعد الحرف او العمود. هلا ممكن اعوض عنها بتعريف الاسامي defining names. برضو defining names ايش بتساعدني؟ بتخلي المعادله اوضح، يعني بتصير المعادله ما فيها ارقام خلايا، بصير المعادله فيها اسماء. هلا لما نعمل defining names يعني بتصير اوضح الفكره. كيف نعمل تعريف الاسامي؟ هلا انا عاده تعريف الاسامي ليش بنعملهم؟ بنعملهم للمعطيات الرئيسيه او اهم شغلات رح استخدمها في المعادلات. هلا عندنا اهم اشياء رح نستخدمها الاماونت والريت والترم، هدول اكثر اشياء رح نستخدمهم. رح اعمل سيلكشن للاسامي تاعتهم مع الارقام، باخذ الاسامي وباخذ الارقام. بنروح من عند التابز على الفورمولاز، هيها فورمولاز تاب، اوكي. وبنروح عند جروب اسمه ديفايند نيمز، بنختار ديفاين نيم تعريف الاسامي. إذا بننتبه إيش طلع لي شرح لإلها، name cells so that you can refer to them in formulas by that name. رح يسمي لك الخلايا، بصير بالمعادلات يحط لك اسم الخلية مش الرقم تبعها، يعني بصير بالاسم. رح أكبس عليها define names، أوكي. هلأ إحنا حطينا على sorry رح نروح على create from selection، معلش آسفة. رح نروح على define names group، نعمل create from selection، هاي بنعملها بعد create from selection. هاي automatically generate names from the selected cells، عشان أسرع تكون. هاي رح يعرف لنا الأسامي من الإشي اللي إحنا عاملين له selection. إحنا شو عاملين selection؟ amount والrate والterm مع أرقامهم. رح أكبس عليها، رح يطلع لي هذا البوكس create names from values in the، وحاط صح left column. هلا هو عادة بحط صح عند الإشي يعني الصح. هلا هو إيش قصده؟ إنه يأخذ الأسامي من اللفت كولومن، العمود اللي على الشمال، والأرقام تكون هاي 100% صح. بس إحنا دائما نشيك،
لو كانوا الأسامي جايين هيك فوق بالسطر رح يكتب لي هو لحاله عند التوب رو، إذا كانوا جايين تحت رح يحط لي بوتوم رو. فهون حط لنا لفت كولوم العمود اللي على الشمال اللي فيه الأسامي، رح أعمل له أوكي. هلا هيك بيكون عرفهم. كيف بعرف إنه عرفهم؟ شايفين وين هاي اليوز إن فورميلا طلعت قبل شوي ما كان بقدر أكبسها. لو أحط أكبس على اللست اللي جنبها هي طلع لي المعادلات اللي رح الأسامي اللي رح يستخدمهم بالمعادلات، الأماونت والريت والترم. فإذا شو عملنا؟ عملنا أول خطوة سيلكشن لازم أضلل، بعدين رحنا على الفورميلاز، بعدين كرييت فروم سيلكشن. طبعا نقدر نتحكم بالأسامي، إذا أنا مثلا سميت إشي غلط بدي أمحيه من عند النيم مانجر. هاي النيم مانجر إذا بنكبس عليه أعطاني الأسامي اللي إحنا عرفناهم وبأي صفحة موجودين وإيش الفاليو. بقدر أعمل ديليت، بنقدر نعمل أدت، بقدر أضيف إشي جديد نيو. فبنقدر نتحكم بالأسامي من عند النيم مانجر. أوكي خلينا نشوف هلأ كيف رح يطلع معي بالفورميلاز. نيجي للبيمنت. هلأ إحنا بالبيمنت إيش بدنا نعمل؟ بدنا نحسب القسط تبع القرض. أوكي كيف نحسب القسط؟ رح نستخدم معادلة اسمها PMT، اختصار لبيمنت PMT. كيف رح نعملها؟ equal PMT، هيو كتب لنا calculates the payment for a loan. رح نفتح قوس، ايش طلبنا؟ الريت، number of periods، ال PV اللي هي قيمة ال present value، قيمة القرض. هلا ال FV هاي future value ما رح نستخدمها هون، رح نستخدمها معادلات تانية. اوكي دائما اذا بيكون ال argument او المكون جوا المعادلة جاي اخر اشي، لو تركته فاضي ما بيأثر. يعني التايب والفيوتشر فاليو تركناهم فاضي عادي، بس مثلا اجي اترك الريت فاضي وانط على النمبر اوف بيريد ما بزبط الا اذا احط صفر مكانه، اللي بيكونوا بالاخر عادي لحاله رح يعتبرهم زيرو. اوكي بس اي اشي بالنص لا لازم نعبيه. الريت عنا اللي هي نسبة الفائدة، بنكبس على 8%. ننتبه ايش طلع لنا؟ ما طلع لي بي 2، طلع لنا انترست ريت. عرف الاسم، صار بدل ما يحط رقم الخلية يحط لي الاسم. هذا ليش؟ لأنه إحنا هلأ عملنا defining names، تعريف للأسامي. لو ما عملت هذا الحكي ما بطلع. The defining names بغنيني عن the absolute reference، يعني مجرد ما إنه طلع الاسم معناته الخلية اللي فيها 8% ثابتة. لو عملنا F4 ما رح يأثر، هو already عاملها absolute reference. أوكي هاي interest rate فاصلة، بده النمبر اوف بيريدز اللي هي الترم، المده هي 5 سنين، طلع لي ترم بدالها، او ممكن عوضها ببيريد يعني اذا بدنا شيء اوضح. فاصله البي في اللي هي البريزنت فاليو هي الاماونت 100,000، طلع لي برضو كلمه اماونت، منسكر القوس. المعادله صارت اوضح، يعني صرنا لما اكبس على المعادله بشوف اسامي فاوضح لي من لما اشوف ارقام خلايا. خلص انترست ريت واضح انها الانترست، ترم المده، amount قيمة القرض. نعمل انتر، اعطاني القسط رح يكون 25,045. طبعا هذا بافتراض انه القسط سنوي، رح احط جنبه annually، لو رح ناخد حالات القسط ما بيكون سنوي. هاي على افتراض انه قسط القرض بالسنة، كل سنة رح ادفع مرة. قدي رح ندفع خلال الخمس سنين؟ كل سنة 25,045.65. ليه طلعت بالسالب؟ معادلة الـ PMT أصلاً معرفة بالسالب. ليه؟ لأنه مبلغ بدي أدفعه. دائماً أي إشي بأكسل أنا رح أدفعه أو أخسره رح يطلع لي بالسالب. الـ PMT من هاي المعادلات هي أوريدي معرفة إنها سالب. كيف ممكن ألغي السالب؟ ما في داعي تكون سالب، يعني ممكن تخربش لي الجدول. رح أعمل دبل كليك عليها، أرجع للمعادلة، بعد اليساوي رح أكبس وأحط إشارة سالب، يعني صارت كأنها equal سالب سالب، بعدين فتح القوس فصارت موجب. الـ PMT already معرفة سالب، فأنا رحت بعد اللي يساوي كبست وحطيت إشارة السالب عشان تصير موجبة، ورح أعمل enter. هاي enter صارت موجبة 25,045. دائماً الأشياء السالبة زي هيك خلينا نعملها موجبة أسهل لإلنا. ممكن أتركها سالبة بس الجدول رح يغلب. أوكي؟ تمام هيك حسبنا القسط. هلا اذا بنتذكر بالقروض
القسط ثابت، القسط ما بتغير. أنا كل سنة رح أدفع 25,045 لحد ما أصفر القرض. هلأ جوا هاي الـ 25,045 في عنا إشي اسمه interest الفائدة، وفي إشي اسمه principal. هلأ كيف إحنا بدي أروح أسد للبنك؟ ليش إحنا القروض منطول وإحنا منسدها؟ جزء من قسطي بكون فائدة، الفائدة بتروح للبنك زيادة. الجزء اللي بضل الثاني اللي هو البرينسيبل، هاي القيمة اللي أنا فعلياً عم بدفعها من القرض. ففي جزء من القسط بيروح هيك على الفاضي كأنه زيادة، وفي جزء تاني فعلاً بنزل لي من قيمة القرض اللي هو البرينسيبل. هلأ إحنا رح نحسبهم كلهم، بس البرينسيبل هو اللي رح يصفر لي القرض تبعي. أوكي؟ خلينا نيجي على البيمنت نمبر. هاي أظن أي سنة، هاي الدفعة الأولى، الدفعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. إحنا بما إنه رح ندفع سنوي لخمس سنين، معناته رح أسد خمس مرات. بالجدول هاد بهمنا عدد الدفعات مش السنة، يعني بهمني number of period، عشان هيك حطيتها البيمنت نمبر أو number of payment، سوري، رقم الدفعة. لأنه مرات أنا ممكن بالسنة أسد ثلاث مرات، ممكن أسد شهري، معناته بهمني عدد الدفعات. هلا هون عندي خمس دفعات، بدي أحطهم بس هيك نرتبهم، نحطهم على هاي، رح أروح لهم جهة الشمال، أوكي، أو بالنص ممكن. تمام، البيمنت إيش رح تكون؟ إحنا حكينا البيمنت ثابتة اللي هي إحنا أوردي حسبناها 25,045. فإذا البيمنت عنا إياها رح أعمل إيكوال وأختار البيمنت. بما إن مو معرفينها، إحنا عرفنا بس لعند الترم، لازم نثبتها لأنه البيمنت ثابتة. فرح أحط دولار ساين أو زي ما حكينا F4 أو دولار ساين بعد الإيكوال دولار ساين بعد البي. هيك ثبتت البيمنت لأن هالبيمنت ثابتة للخمس مرات. هاي انتر، رح أكبس عليها وأعمل أوتوفل من الزاوية دبل كليك. الخمس سنوات الدفعة ثابتة ما بتتغير. أوكي، في شغلة بدنا نعملها نسيت أعملها بالأول، بدنا نعمل فراغ هون. أوكي، رح أجي عند السطر هاد، كبست على رقم 7، رايت كليك، انسرت، ضفت سطر فاضي بدنا إياه عشان البالانس، نقدر نصفر البالانس. كيف ضفنا؟ كبسنا على السطر، رايت كليك، انسرت، أعطاني سطر فاضي. أوكي، خلينا نيجي عند البالانس. البالانس أول ما بلشت قدي كان قيمة القرض؟ 100,000. فرح نعمل إيكوال 100، طلع لي أماونت لأنه إحنا معرفينها. تمام، هاي انتر، 100,000. بدي أعطيها بس الفاصلة، هاي الفاصلة هنا. تمام، 100,000، عملنا إيكوال واخترت الأماونت وعملت انتر عند البالانس. هلأ الانترست، الانترست كيف منحسبها؟ بما انه سنوي رح اخذ المئة ألف اللي هو البالانس ضرب 8%. فهون رح اجي equal 100,000. دائما لما نكون عم نعمل جداول ناخذ الارقام اللي بالجدول، ما رحت اخذت المئة ألف اللي فوق، باخذ المئة ألف اللي هون. وضروري هذا الحكي، اذا اخذنا الفوق رح يطلع غلط، بيطلع غلط لما نعمل اوتوفيل. إذا ما رح أعمل أوتوفيل ممكن يزبط، بس إذا بدي أعمل أوتوفيل إذا اخترت اللي فوق رح يطلع غلط. فاخترنا هاي ما نثبتها لأنه بدي إياه ينزل، ضرب 8%. التمانية بالمية أوريدي ثابتة لأنه إحنا عاملين defining names، لو مش معرف الأسامي لازم نثبتها لأنه الانترست ريت النسبة ثابتة لكل الدفعات. أوكي، رح أعمل انتر. الفائدة لأول سنة 8,000، يعني من ال 25,045 8,000 عبارة عن فائدة راحوا هيك. قدي ضل أو قدي أنا فعليا دافع على البرينسيبل، الفرق بين هدول التنتين. فرح نعمل equal البيمنت ناقص الانترست اكسبنس. هيك بطلع الدفعة الفعلية اللي أنا رح أدفعها للبنك أو أدفعها للشخص اللي معطيني القرض. البيمنت ناقص الانترست اكسبنس بيعطيني البرينسيبل 17,045. هذا الرقم هو اللي فعليا بنزل من قيمة القرض. بدي اطلع قديش صار قرضي بعد ما سديت اول قسط. هلا احنا هاي القسط دفعته، قديش صار قرضي؟ equal ال 100,000 اللي هون بالجدول
ناقص البرنسبل بس، الميت ألف ناقص أو البالانس الأولاني ناقص البرنسبل. الفائدة ما بقدر أطرحها لأنه الفائدة راحت زيادة، صار قرضي 82,954 بعد ما سديت أول قسط. ما في داعي نرجع نعيد، بنعمل أوتوفيل. رح أجي هون على 8000 أعمل أوتوفيل. لو طلع هون شحطات أو صفر ما في مشكلة لأنه أنا لسه هون ما كملت، ولأنه الفائدة بتعتمد على البالانس. لما نكمل الجدول كله رح يزبط. رح أرجع على البرينسيبل كمان، أعمل أوتوفيل دبل كليك، برضو لسه مو زابطة. رح نيجي على 82,954 نعمل أوتوفيل. هي الجدول زبط، البرينسيبل زبطت. كيف بعرف إنه حلي صح؟ لازم آخر دفعة يطلع صفر أو هاي الشحطة. هاي الشحطة هي نفس الصفر، نفس الإشي. يعني ممكن من عند هنا، من عند النمبر أعملها، من عند الليست هاي أعملها نمبر رح يطلع زيرو، أو الشحطة تنين صح. إذا صفر معناته الحل صح 100%، ما صفر في إشي غلط. يا إما الفائدة مو مثبتة، أو أنا عم باخد البالانس القيمة اللي فوق ما عم باخد من الجدول، أو إنه البالانس عم بطرح منه الفائدة بدل ما أطرح البرينسيبل. طبعا ننتبه دائما إنه كل ما نمشي بالفترة لازم الفائدة تقل والبرينسيبل يرتفع. لازم، إذا الفائدة ما عم تنقص معناته في إشي غلط، وإذا البرينسيبل ما عم بيزيد معناته برضو في إشي غلط. ليش الفائدة بتقل؟ لأنه البالانس بقل والفائدة بتنحسب على البالانس. أوكي، هاي في حال القسط سنوي. هلأ ممكن حالات تكون القسط، رح أحطه هون، إحنا حكينا آنيولي، ممكن سمي آنيولي. سمي آنيولي يعني نصف سنوي. يعني أنتوا هذا المثال طبقوه عندكم على إكسل، وأوريدي بالملف الموجود على الإيليرنينج في مثال عليه. ممكن أنكم ترجعوا تطبقوه مرة تانية. ممكن كوارترلي، كل ربع سنة، يا إما آنيولي يا إما سمي آنيولي نصف سنة، كوارترلي كل 3 أشهر، وفي عنا مونثلي. مونثلي اللي هي كل شهر. أوكي، هلأ كيف بدنا نحسب البقية؟ كيف ممكن أحسب السمي آنيولي؟ أو كيف ممكن أحسب الكوارترلي أو المونثلي؟ بيفرق، بيختلف. سمي آنيولي يعني مرتين بالسنة رح أدفع، كل سنة بدفع دفعتين. كوارترلي يعني بدفع 4 مرات، لأنه كوارترلي كل 3 أشهر في دفعة، فمعناته بندفع 4 مرات بالسنة. ومونثلي كل شهر. هلأ إيش اللي بيفرق على المعادلة؟ لو كانت سمي آنيولي وبدنا نحسب البيمنت، اوكي، سمي انيولي وبدي احسب البيمنت، لما نيجي على المعادله احنا مش عملنا ايكوال بي ام تي انترست ريت التيرم الاماونت. بنعمل نفس المعادله، بس لما اختار الانترست ريت بحكي مش احنا مرتين بالسنه، قسم 2 لانها مرتين بالسنه، والتيرم المده ضرب 2. السمي آنيولي مرتين بالسنة، فالإنترست ريت بقسمها على 2 والتيرم بضربه في 2 وبعمل إنتر. صار دفعتي النصف سنوية 12,329.09، هاي لو كانت سمي آنيولي، على 2 الفائدة، التيرم ضرب 2. هلأ فعليا التيرم هو 5 سنوات، بس أنا أكمل مرة رح أدفع قدي، رح ندفع 5 سنوات الترم ضرب 2 صح؟ رح أدفع 10 مرات، يعني ما رح أقدر أسد قرضي إلا بعد ما أدفع 10 مرات. فمنيجي هون ما بخليهم 5، بزيدهم لحد 10. رح أسحب أوتوفيل، هي 6 7 8 9 10، إحنا طيب هدول رح أمحيهم. أوكي، صار عندي 10 دفعات، هذا سمي آنيولي. البيمنت لحالها تغيرت لاني انا اوريدي عاملتها على نفس الشيت، بس هون حكينا كيف المعادله بتتغير، بقسم على 2 بضرب في 2. اوكي، هلا هون البيمنت رح تضلها ثابته، رح اسحبها اوتوفيل، هي دبل كليك. البيمنت او القسط ثابت لل10 مرات 12329.09. طب الفائده،
الفائدة رح تتغير، ما بقدر أترك الفائدة زي ما هي، هاي الفائدة محسوبة سنوي. إيش بدي أعدل عليها هون؟ رح أعمل دبل كليك. مش إحنا حكينا 100,000 ضرب الانترست ريت، باجي ورا الانترست ريت بحكي قسمة 2، لأنه الفائدة على مرتين. هون صرنا نعمل انتر، رح لازم أسحب أوتوفيل من 4,000. أوكي هي دبل كليك، هلا بنسحبها للآخر. البرنسبل إيش هو؟ أوريدي عدل الـ B8 ناقص الـ C8، أوكي، والبالانس اللي هو الـ 100,000 ناقص البرنسبل. بس نسحب أوتوفيل من آخر واحد نتأكد إنه صفر. أوتوفيل عم بعبي الجدول، المفروض هون الرقم 10 الدفعة العاشرة يطلع عندي 0 بالضبط، أو شحطة أو صفر اللي هو. هيك صفرنا. هاي لو كانت الدفعة سيمي آنيولي، لازم هون نحط عدد الدفعات 10 مرات بالسنة، 10 مرات سوري خلال 5 سنوات لحد ما أسد القرض. الفائدة لازم أقسمها على 2، البيمنت لازم أعدل أقسم الفائدة على 2 والترم أضربه في 2، باقي المعادلات زي ما هي. أوكي، طب لو كانت كوارترلي، هلأ كوارترلي حكينا كم من مرة؟ كوارترلي 4 مرات بالسنة. رح نيجي على البيمنت، الانترست ريت ما بقسمها على 2، بقسمها على 4 لو كانت كوارترلي، والترم بضربه في 4، على 4 والترم ضرب 4، طلعت كل 3 أشهر رح أدفع 6,115. هاي إذا كانت كوارترلي. أكم من مرة رح ندفع؟ رح أعمل إيكوال 5 سنوات ضرب 4 مرات، 20 مرة خلال 5 سنوات. يعني أقساطك رح تكون عبارة عن 20 قسط، كل قسط بكون خلال كل 3 أشهر وقيمته 6,115. خلينا نعدل على البيمنت نمبر. البيمنت نمبر بدنا نسحبها لعند 20. أوكي رح أسحب من هون. عشرين دفعة. أوكي لازم نحط البيمنت نمبر، نستخدم الأوتوفيل عشان نعدد الأرقام. هلأ البيمنت ثابتة تعدلت لحالها، رح أسحبها أوتوفيل بس دبل كليك من الزاوية. البيمنت ثابتة. الانترست إيش بدنا نعدل عليها؟ رح نقسم على 4 مش على 2 لأنها كوارترلي، على 4، ولازم من عند الألفين طلعت الفائدة 2000 أعمل أوتوفيل. هلأ كله تعدل هاد لأنه أوريدي معادلات، بس نسحب لتحت نتأكد إنه صفر. أوتوفيل هيون، أوتوفيل وهادي أوتوفيل، هيو صفر عندي القرض على الدفعة 20. أوكي هاي إذا كانت كوارترلي. مونثلي ما في داعي نحلها، بس مونثلي كل شهر. يعني شو رح نعمل؟ معادلة البيمنت رح أقسم على 12 مرة بالسنة، والترم رح أضربه في 12، يعني رح يكون القسط بهذا الشكل، قسمة 12 والترم ضرب 12، بطلع الدفعة الشهرية 2027.64، هذا monthly. أوكي على كم من مرة؟ هيو equal 5 ضرب 12 على 60 مرة. رح نضطر نحط البيمنت نمبر هون 60 مرة، نستخدم الأوتوفيل ليوصل لستين، والبيمنت لحاله رح يتعدل. الانترست هون رح نيجي ونقسم على 12 عشان تتعدل معنا، وبنسحب أوتوفيل لكل الجدول، أوتوفيل للجدول كامل. ما رح يصفر إلا إذا حطينا 60. دائما إذا متأكدين إنه حلكم صح وما عم بيصفر آخر إشي، يمكن ناسين يعني فترة أو دفعة، يعني ممكن مثلا بدل 60 أنا حطيتها 50 وما عم بصفر مع أني متأكدة أنه حلي صح. فدائما إذا متأكدين حلكم صح وما عم بصفر، نشيك على البيريد قدي إحنا حطين البيمنت نمبر، الدفعة كم الأرقام تاعتها. هذا كل إشي بخص اللونز. حكينا إذا أنيولي سيمي أنيولي كوارترلي أو مونثلي، كيف نحسبها باستخدام معادلة البي أم تي، وبرضو الأهم كيف نعرف الأسامي
defining names، كيف عرفنا الأسامي أول الفيديو. إن شاء الله إنه يكون واضح. إذا في أي أسئلة يعني ممكن تسألوني على الإي ليرنينج أو على الفيسبوك. يلا يعطيكم العافية.